الكرة الياباني يوشين شيمورا. تحياتي محدثكم فارس حوض في شوط المدربين، شوط الانتصار بإذن الله وحول الله. هناك في الدمام الآن أحمد خليل نفس الوقفة، يتقدم بيلعب للكرة في مكان، لكن الكرة إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى من أحمد خليل. أحمد خليل قبل المباراة فيصل أخوي يتصل عليه ويقول له شد حيلك، تذكر يا أحمد بأن آخر هدف إماراتي في بطولات آسيا كان عن طريق فيصل خليل، سجل في مرمى المنتخب القطري هناك في فيتنام. تشجيع من جمهور الإمارات، الكرة الآن من السبيت بيلعب للكرة، الله في نفس المكان أبعدها قاصد، والكرة الماضية بطيعة وبتتحول. هذا إسماعيل مطر وهنا الخطأ، تحركات إسماعيل المهمة والمطلوبة بالتأكيد، وهنا كرة سبيت خاطر في نفس المكان اللي كان واقف فيه حارس المرمى يوسف جابر. كرة خاطئة، سيكون لثاني مرة في تاريخهم يخرجون من الدور الأول، لكنهم ما زالوا يبحثون إلى الدخول إلى أجوال البطولة. مهدي كريم يتقدم بيلعب لكرة عرضية عالية، ولكن كرة إلى خارج الملعب. ضاعت اللقطة الماضية من هوار أو من سمال، سمال سعيد. الكرة بتتحول من سمال لاعب نادي الشرطة، وقبل ذلك في إربيل 26 مباراة دولية لسمال. 182 سنتيمتر، هنا ماجد ناصر في الحديد. المرمى في الشوط الأول عارضة وقائم، والأجواء والكرة وصلت إلى الحمادي، إلى أحمد خليل، علي الوهيبي، الخليل، الكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى ضاعت حقيقة. لا يعكر هذه الأجواء في هذه الأيام سوى الأخبار التي نسمع ونشاهد فيها بالتأكيد عن ما يحدث في تونس الخضراء، تونس الشقيقة، التي نتمنى بأن تنعم بالأمن والاستقرار في أقرب وقت. حقيقة نشاهد الزملاء. سليمة حمادي لعيب، حمادي تمرير في مكان إسماعيل مطر، أطول من اللازم، ضاعت يا إسماعيل. كرة تحولت إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب العراقي. هذا هو إسماعيل، وهذه كراته كانت أطول من اللازم. حكم المباراة كتكرم يحاول أن يهدئهم، نشأت أكرم الذي انتقل إلى الوكرة، وهنا شوف الحديث ما بين حكم المباراة يوشي عطا. سبيت خاطر يتقدم وحدة وحدة، يفكر في التمرير، إسماعيل الله عليك، علي الوهيبي بيلعب لك كرة عرضية، يا رب على كرة المباراة، على لقطة، على جملة، على نقلات من بين الأقدام يا السمعة. علي الوهيبي شوت يا علي، شوت شوت يا علي، شوت الكرات العرضية في مصلحة العراقيين. لقطة وفرصة بتضيع من علي الوهيبي، تحولت إلى ضربة ركنية. لكن لا، بكرة توزيع بطاقات، توزيع دعوات للدور ربع النهائي. الآن الكرة الله على الحمادي، أحمد خليل، يا الله متابعة. إسماعيل مطر يحاول، كرة بتضيع، فرصنا أكثر، فرصنا أخطر، كرات بتروح، حمادي راح، كرة، مستحيل، لا أصدق ماذا أشاهد. آه يا حمادي، آه يا كرة، يا فرصة، شوف الكرة، حد يتأكد إذا العارضة بعدها سليمة ولا لا. كسرها إسماعيل، كسرها الحمادي، قنبلة في اللقطة الماضية. العارضة الآن تقف مع العراق، بل إنها تقف مع حارسها حمادي في مكان، يا رب. منتخبنا يحاصر، يبادر، يحاول أن يتقدم بأول الأوامر. الله على الحمادي، شوف المهارة، شوف المرور، شوف النظرة، شوف القذيفة، شوف العارضة، شوف الكرة، العارضة تهتز، بل إنها تكسر. اللقطة الماضية فيها فرصة بتضيع، شوط ثاني متعة، فيها تمريرة، سمال عرضية، ماجد، أوه. عدت يا ماجد، يا ساتر يا ناصر، تحولت الكرة إلى ضربة ركنية. شوف الكرة العرضية الخطيرة، خروج خاطئ لماجد، خالد سبيل، كفو يا كافو،
كفو يا كفو، ابعد الكرة نبغى نكون الكاس يلمع. الكرة بتتحول عرضية، ولكن الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، ضربة مرمى يحتسبها حكم المباراة. زجاج من السعيد الكاس. اتحاد كرة قدم قام بمجهود كبير حقيقة من المراحل السنية. كلمتنا في هذه المباراة والبطولة، كرة الآن خطيرة مرة، حذاري من هذه الكرات الرأسية الغير موجهة. كرة بتتهيأ إلى مصطفى كريم اللي كان خالي من الرقابة، والتسديدة تحولت إلى خارج الملعب. بانتظار رمستنا في البطولة، منتخبات قالت كلمتها بشكل مناسب. بعدها تعود إلى قصي منير، رأسية إبعاد بشكل سليم، عادت كرار الكرة من جاسم إلى خارج الملعب، تحولت إلى ضربة ركنية. بدأ المنتخب العراقي يضغط في الدقائق الماضية، بدأ يحاول كما ذكرت بعد التغييرات، بدأ يتحسن هجوميا ويحاول. مباراة كر وفر، مباراة هنا وهناك، محاولة من مهدي كريم بيلعب لكرة عرضية عالية. يا ساتر يا ساتر يا سامال يا سامال، لا يريد أن تتلاشى الآمال، لا يريد أن يفقد الآمال. نشاهد فيهم الأعلام ونشاهد الشعارات ونشاهد الغترة والعقال. 300 بانتظار أبيضنا بأن يكشف عن قناعه في هذه البطولة. لقطات ليونس ولهوار قبل أن يخرج، لقطات لحمدان وللحكم قبل أن يطلق صفرة النهاية. البلاء في الصفرة، البلاء في الصفرة، الصفرة مو في السودة. شوف سبيت خاطر، سلامات سلامات، لكنه الوطن بحاجة بالتأكيد دائما إلى كل التضحيات. كرات الثابتة الآن، إسماعيل مطر هل يفضل الكرة العرضية؟ حمدان، إسماعيل إلى حمدان بيلعب الكرة في مكان، الله ذكاء من محمود خميس. شوف كرة حمدان الكمالي اللي تصدى لها حارس المرمى محمد كاسد، محمد كاسد، وهنا سدكة هرب فيها، بيلعب لكرة خالد سبيل قوية، الكرة إلى خارج الملعب. كم من المرات، كم من الآهات، أبيضنا كلش حلو عيني، كلش حلو عيني. الكرة بتتحول إلى ضربة مرمى، شوف خالد سبيل والكرة، محاولة رأسية تعود من جديد. المهم أن تبقى الأمور بيدك، بيدك وليست بيد غيرك. والآن هنا الكرة والصافرة والخطأ، خطأ على يونس محمود، خطأ على يونس محمود. اليوم كان مختفي تماما في هذه المباراة، دفاعات، تركيز عالي قوي جدا من حمدان الكمالي ووليد عباس، مراقبة مهاجمي المنتخب العراقي. أخطاؤنا أقل من أخطائنا. الكرة بتعود الآن في نص الملعب، قصي منير عالية، حمدان برافو يبعدها لكن ما زالت. الآن تغطية من الحمادي بغطي مكان خالد سبيل على القائم البعيد، يونس خطفها، الوقت القاتل المنتخب العراقي يسجل هدفا يشعل من خلاله مدرجات ملعب الريان. في اللحظات الأخيرة في الوقت الصعب لهذه المباراة تصطدم في وليد عباس. لا تبكي يا وليد، لا تبكي يا وليد، أضعنا الكثير من الفرص، الكثير من المحاولات. شوف الكرة العرضية على القائم، خطف يونس، وليد عباس الكرة تصطدم فيه ويتغير اتجاهها. بأقدامنا سجلنا، بأقدامنا وليست بأقدامهم سجلنا. منتخبنا يتأخر في اللحظات القاتلة، حامل اللقب بطل آسيا في نسختها الأخيرة، يخرج من الضغوط ويعود في هذه اللحظات وفي هذه المباراة بهدف.
في الوقت القاتل. آه على مباراة وآه على شوط وعلى فرص قاسية جدا. محاولة الآن، الكرة بتعود إلى عمر عبد الرحمن، بيلعب الكرة في مكان، ضاعت الكرة ووصلت إلى محمد قاسم. سنتحلى بالروح الرياضية وسنكون أول من يبارك لهم. مبروك لأشقائنا العراقيين، مبروك لحامل اللقب، مبروك للمنتخب العراقي الشقيق هذا الفوز وهذه النقاط. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تمنى بأن تبقى لنا أمال وفرصة في الجولة الأخيرة للوصول للدور الثاني. تقبلوا تحياتي محدثكم فارس عوض، والكلمة تنتقل للزميل محمد نجيب، ولكن بعد الفاصل.